بيتكلم عن يوم الجمعة، بس هو بيفكرنا بيوم الجمعة الحلو بتاع زمان. يوم الجمعة دلوقتي، وطبعا الجمعة أحب أيام يعني الأسبوع، لكن يوم الجمعة زمان كان ليه مذاق وبريق عائلي فقدناه طبعا دلوقتي جدا. لمة العيلة يوم الجمعة حوالين التلفزيون واحنا بنسمع الشيخ الشعراوي، المسلسل العربي، نادي السينما، الكرتون اللي كان بيجي للأطفال. الحقيقة إنه في مشاهد كتيرة جدا للأسف الشديد دلوقتي، أو روابط واتصالات بين أفراد الأسرة الواحدة للأسف الشديد دلوقتي بقينا يعني نستعيد عنها بالواتساب والرسائل ومكالمة التليفون. ده إذا افتكرنا نتصل ببعض أو نبعت حتى رسالة واتساب. لماذا فقد يوم الجمعة مذاقه العائلي؟ تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع مباشرة نتحدث عن يوم الجمعة أيضا 9 فبراير 2018 والعملية العسكرية الموسعة في سيناء. كتير مننا كان بالنسبة له يوم الجمعة يوم مش عادي، يوم مرتبط بعادات وتقاليد ما كانتش موجودة في أي يوم تاني. كان بيبدأ بتجمع العيلة في بيت الجد أو الجدة واللمة على الفطار قبل صلاة الجمعة، وكان فرحة الأطفال بالصلاة مع الجد من الحاجات المميزة في اليوم ده. ارتبط يوم الجمعة بالقعدة قدام التلفزيون، برنامج الشيخ الشعراوي اللي كان شيء أساسي في كل بيت. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. وأكيد مش هننسى برنامج الطفولة سينما الأطفال. برنامج سر الأرض أول برنامج موجه للفلاحين. أرضك بتنتهي، تعالى ما حد غيرك يفيدك يا صاحبي، ليه عيش تعالى عالخلق وتمد ايدك هلا هلا. والتعليق المميز للراحل محمود سلطان وبرنامج عالم الحيوان. الأيائل هي الأخرى تعاني من البرد الشديد، ويدفعها الجوع الدائم إلى تناول أي طعام نباتي تعثر عليه حتى من جذور النبات وقشور الشجر. حاجات كتير كانت بتميز اليوم ده، ولكن مع مرور الوقت اتغير يوم الجمعة فقط أغلب عاداته. كنا بنتجمع على طول كل جمعة معروفة، نروح لجد الله يرحمه ونقعد عنده وكده، وآخر اليوم بنرجع تاني عشان نبقى صاحيين يوم السبت من المدارس، قبل ما يبقى السبت أصلا كان أجازة. الكلام ده زمان بقى، بس دلوقتي الدنيا اتغيرت بقى، كنا فين وفين بقى بنتقابل ونجمع وكده. كنا بنتلم فيه، بنخرج بنلم العيلة كلها مع بعضيها، الأولاد مع بعضهم. ما كانش بقى فيه ولا نت، ولا كان فيه تليفونات، ولا كان فيه أي حاجة. دلوقتي بقى في النت، ازيك صباح الخير عامل ايه، كل سنة وانت طيب. الجمعة هي الناس هي اللي اتغيرت، ما بقاش فيه حب. يعني أنا كان مثلا إن شاء الله أكون من الموت لازم نروح لعمي ونقعد عنده في يوم الجمعة ده فعلا، ونتلم على ترابيزة الغدا ونقعد كلنا نتغدى. هل في دلوقتي حد بيعمل؟ طوانا الواحد دلوقتي وعندي أهل كتير، وما فيش حد، لا دوبك تليفونه بس. في حاجات يا ريت دخلت كتير على الاسره، طورت التكنولوجيا والتلفزيونات والموبايل والنت والمش عارفه ايه والحاجات دي، الناس بتتكلم فيها اكتر. يعني بدل ما كان بيجي اهو بيتكلم عامله ايه مش عارفه ايه، خلاص كويسه كويسه. لكن زمان ما كانش فيه كده، كنا احنا لازم نروح مشوار من شبرا الخيمه لحد الهرم ونيجي هنا ونيجي هنا، لكن دلوقتي ما فيش. يعني زمان يوم الجمعه كان عادي، الواحد بيخلص صلاه بيروح البيت يلاقي عمته ويلاقي خالته. النهارده كل واحد فاهم في اللي مكفيه، محدش بيروح عند حد، مفيش ود زي زمان، مفيش حب. دلوقتي الزمن اتطور، بيجي نظام تليفونات ونت، واخد بالك؟ النهارده التعبان المريض بينزل نفسه على فين؟ على النت. التاني بيبعت له ايه؟ الف سلامه عليك بس كده.